علي عيونه وين هالغيبة؟ اشتقنا لكم. وين هالسهرات؟ كل هالأسئلة، كل ما التقى بحدا ما بيسألني إلا هالأسئلة. كيفه علي؟ كيف عائلته؟ كيف أمه؟ كيفهم إخواته؟ شو بتقلهم؟ أنا بدي قلهم نزولاً عند رغبتكم، بدي أعملكم ليلة سهرة رأس السنة، بدي أعملكم سهرة مصارت بالدنيا، من 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 قلبي من جوا طالع السهرة، وبدي أعملكم مفاجآت كتير بالسهرة. إن شاء الله اليوم نسهر مع بعض وإن شاء الله منقضي أحلى سهرة من الطراز الرفيع. أكيد، ومن نعيدكم بحلول عام جديد، وإن شاء الله يا رب تكون سنة مباركة على الأم العربية. آمين كده. آمين آمين يلا. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، سنة 2024 تكون خير عليكم جميعا. إن شاء الله يا رب بتكون سنة خير ومحبة على الجميع. كل عام وأنتم بخير، انطروا هالسهرة سهرة ما صارت، خذوها مني أنا كل الاحترام. غني ليتا غني إيلك، أحلى حكاية بحكي إيلك، ضيفي وجاي عبايتك، أهلا وسهلا بلاقي إيلك. غني ليتا غني إيلك، أحلى حكاية بحكي إيلك، ضيفي وجاي عبايتك، أهلا وسهلا بلاقي إيلك. هلا ومرحبا بأحلى ناس وأحلى جمعة سهرانين معنا الليلة لحتى نودع عام ونستقبل عام جديد، ودايماً عبر قناة الجديد. حسين وحسن، أنتوا إخواتي مثل ما نكون إخوات علي، أنت نجم كبير ومحبب. تسلمين. حسين تسلمين. عقلوب الملايين. تسلمين. علي الليلة سهرتنا والعاني، ودايماً مجتمعين على الفرح وعلى الأجواء الحلوة اللي ما بتشبه ولا أجواء ولا سهرة من السهرات فينا نتبعها ولا محل. نحن قبل ما اقول للعالم كل عام وانتم بخير، وقبل ما نعيد هو كل عام وانتم بخير وان شاء الله بينعاد عليكم جميعا بالخير، بس بدايه مني ومن حسين ومن حسن ومن اعضاء الفرقه كلهم ومن جريس ومن كل حدا بخصني وكل حدا عربي، بنقول تحيه كبيره الى اهلنا وشعبنا واخواتنا في غزه، وبنقول لهم قلبنا وروحنا ودمنا معكم. إن شاء الله يا رب السلام بيعم عليكم وبيعم على كل الوطن العربي. فلا يمكن، لا يمكن نبدأ سهرتنا، مستحيل تبدأ سهرتنا قبل ما نقدم لكم شيء. هذا المستطاع، هذا نحن بفننا منساعد ومنقدم لأهلنا ولشعبنا بغزة. وبدي قلكم يعني الحياة بدها تستمر، وإن شاء الله دائما أنتم مستمرين بالمحبة وبالعز يا رب. يلا منقول مع بعض. وارواح خي على غز رواح، حامل عبادة والعقيدة
هلا صار فينا نقول كل عام وانت عمالك خالد على مهل. هلا صار فيني قل لكم كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يا رب سنه خير على الجميع. ان شاء الله بينعاد عليكم وعلى محبينكم وعلى اهاليكم وعلى كل شيء بتحبون. امين. اهلا بحسين، يسعد لي مساك يا كبير. اهلا بهالوردي، يسعد لي مساك. اهلا بحسن، الله يسعد مساك. كل عام وانت بالف خير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وانتم نور حياتي يا حبيبي. الله يسعد عمرك يا رب، طول بعمرك يا رب. خلي لي هالقمار يا كبير، يا محب، يا وفي، يا راقي، يا متواضع. لك خلي لي هالشكل هلا قبل مشان ما كثير نرحب، لانه بتعرف خيي حبيبي مشان النابوش، فرقة المجد الغالي والعزيز على وقت المنقول خالد النابوش فيعني كل الفرقة، فهنن الشباب صحيح مسلمين القيادة الدبكة وقيادة الفرقة، لأنه هو بيمثلن إن كل واحد فيهم اسمه خالد النابوش. فأهلا اشتقت لكم كثير، وانتو تراث، انتو احلى تراث بلبنان، انتو اهل بعلبك، لكم مني كل التحيات وكل المحبه. الله شكرا شكرا. انا بس لرحب فيكم، انا انتو احبابي، انتو احبابي وروحي. الله يسعد لي هالمساء وما احلى هالزي الليله. خليني هالغني كثير حلو. ام الياس قومي دخيلك تعي لعندي. كيفك يا ابو جوزيف؟ حبيبي انت منيح، بدنا نزقف لها بالياس الغالي. قمر الدنيا كلها، قمر الدنيا كلها، ابو جوزيف بركة هالدنيا. بركة هالجامعة أبو جوزيف هو بركتنا. إيه والله، وهو حبيب بعمرك. روحي وأنا اشتقت لك، والحمد لله صحتك بخير، الحمد لله رب العالمين. اسمعوا حلياني يا أمي، حلياني كتير. حلياني كثير عن جد عم اهلي. مش احنا بعرف مش عيال زعطر، بدها تحكي لها مش عيال زعطر. يلا زافولا. شو بك سامعينا؟ بدي دلع عليك. يلا دلعيني لي. يلا حبيبتي يلا تفضل. يلا عنا جراس المهضومي. حلو. عنا جراس المهضومي هيجي بتشهد نعومي. نعيمي كل العالم بتحبك مثل النحل بتحومي.
الناس. حلو. بتبقى قدوه بين الناس. الله يطول عمرك. ان شاء الله بتضلك فرحان وبتغني لك احنا اليوم. ان شاء الله بتضلك فرحان. يا حسين يا غالي على قلبي بطلب إلك من ربنا طلبي. يا حسين يا غالي على قلبي بطلب إلك من ربنا طلبي. طيب بحبك والله كتير كتير بحبك والله من قلبي.